أحببت الإعلام منذ صغر، كنت دائماً أرى نفسي بين الصحفيين والمذيعين في التغذية الإخبارية. شيئاً فشيئاً أصبح الحلم يكبر معي وأسعى بكل اجتهاد على تحقيقه. الطريق لم يكن سهلاً والإخفاقات كانت كثيرة، أما الآن فأنا هنا أمام الكاميرا أؤدي العمل الذي آمنت به. اسمي سالك زيد وأنا صحفي في قناة البرلمانية.